أكدت سيغال مدلكر مساعدة وزير الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية أن أدلة تملكها وزارة الخزانة الأمريكية تثبت تورط البنك المركزي للنظام الإيراني في دعم وتمويل ميليشيات إرهابية في الشرق الأوسط عبر فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وقالت مدلكر إن وزارة الخزانة ستستخدم كافة صلاحياتها للقضاء على مثل هذه الشبكات الإرهابية في المنطقة، في إشارة إلى عقوبات ثانوية قد تفرضها الإدارة الأمريكية لاستهداف هذه الصفقات المشبوهة. وأشارت مساعدة وزير الخزانة الأمريكية إلى أن قرار الرئيس الأمريكي الأخير بالانسحاب من الاتفاق النووي وفرض عقوبات أمريكية واسعة سيمكن وزارة الخزانة من التحرك بشكل جاد ضد تمويل الجماعات المسلحة والإرهابية في المنطقة، مؤكدة أن المؤسسات المالية الدولية وحكومات العالم على عاتقها مسؤولية كبيرة في ضمان عدم استغلال مؤسسات رسمية إيرانية في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة ونشر الإرهاب والتطرف.